السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الزول في اللون يا جماعة الخير يا الحباب، كيف الأحوال؟ والله مرة أخرى وأنا أنجز على عجالة، يعني هذه الفيديوهات في هذا اليوم بالذات وفي نفس التاريخ، نحن في 14 جونفي 2021 ونهار خميس مبارك علينا وعليكم. والله شفت في الميدان بعض الأشياء هذا الأسبوع، حدثت يعني في الميدان وما عجبنيش الحال وذرني قلبي من بعض التصرفات نتاع، خلوني نستعمل هذه العبارة، بعض المعتوهين، بعض المشعوذين يعني في مجال الفتاوى. يعني هذا الدين كيفاش يقولوا، رجعوه ان ريجيس دو كوميرس، يعني اللي يجي يفتي واللي يجي اول واللي يجي يعني يتهجم واللي يجي يدير فتوى على مقاسه وعلى حساب المنهج اللي يتبعه وعلى حساب الركيزة اللي يركز عليها. لما ندير أنا حوصلة لكل هالتصرفات العشوائية والتصرفات في بعض الأحيان هي صائبة وفي بعض الأحيان غير صائبة، ولكن تخلينا نطرح هذا السؤال الكبير: لماذا يصبح بعض الشواذ يعني في كل المجالات، سمحوني على هذه العبارة، هؤلاء الذين لا أصل لهم ولا فصل لهم يتهجمون على كل ما هو جميل في البلاد نتاعنا، على كل ما يجمع ما بين أفراد المجتمع الواحد، على كل ما لا يفرق وهو يجمع أيضا مرة أخرى. كي نشوفوا هذه الحدثين الهامين، ألا وهو الاحتفال بيناير هذه السنة الأمازيغية الجديدة 1971 اللي ترمز لتاريخنا العريق لما جاش من وراء البحار، لما جاش من وراء الحدود، اللي ما استوردناش واللي هو مربوط بهذا الأرض منذ آلاف السنين. ويجوا بعض الطفيليين، وهنا اللي غضني الحال، على أبناء الوطن وخاصة أبناء الجهة هذه اللي قبل يومين كثرت السهام على هذه المنطقة بخصوص وضع تمثال شاشناخ. هل هذا عيب؟ هل هذا عيب؟ هل قبل وضع هذا التمثال كنا انتقدنا تمثال ماسينيسا الذي وضع في هذه كيسموها الجزائر الوسطى؟ هل انتقدنا تمثال الأمير عبد القادر اللي هو موضوع أكثر من 40 سنة؟ لم ننتقده، ولم ننتقد أيضا تمثال عقبة بن نافع في بيسكرا. من المفروض يكون حدا عقبة بن نافع كسيلة حتى نزرع المحبة بينهما. كسيلة هو ابن البلد، دافع عن شرف تمزغة، ولم نرى تمثال له حتى في بلاد الشوية. هل هذا عيب؟ هل هذا عيب؟ من هو شاشناخ؟ من هو شاشناخ؟ كل الجزائريين اطلعوا على تاريخ شاشناخ، وهناك من يكذب هذه الحقبة
التاريخية العظيمة وعلاقتنا بمصر، هل هذا عيب؟ المصريون أولى بشاشناخ، وهم الذين تكلموا عن تاريخ شاشناخ. واليوم سمعت مؤرخ معروف عراقي تكلم عن شاشناخ، ويأتي بعض الطفيليين ليجعلوا من وضع هذا التمثال كأنما وضعنا صنما، كما قال هذا الكلام واحد اللي راه في الخارج وراه في بريطانيا وقال هذا صنم، كأننا نحن الأمازيغ كنا في العصر الجاهلية لم ندخل بعد إلى الإسلام، وهذه حقبة شاشناق هي قبل ظهور الإسلام. يعني بس تشوفوا العنصرية اللي مجدرة في هاد العملاء اللي راهم في الخارج عوض يحتفلوا معنا في هذا اليوم تاع 12، راحوا يديروا اللايفات في هذا التاريخ بالذات ليتكلموا على العشرية السوداء، كأن هذه العشرية السوداء بقيت يتوارثها هؤلاء حتى يحيوا الجرح كما يقولوا، لفات مات، من أخطأ أخطأ ومن أصاب أصاب، كلهم معنيين بهذه الأخطاء من كل الجهات، ونحن لا نشد العصا من الوسط. هذا التمثال هو رمز العزة الجزائرية، الرجولة الجزائرية، عوض الثناء على هذه الحقبة التي تكلم عنها الأعداء قبل الأصدقاء. هذا افتخار لنا، ويأتي أيضا وأتى أيضا في السابق لأذكركم بهذا الطفيل، هذا المدعو ختال نور الدين ولا كيف يسموه، اللي دار العام الماضي أو ما قبل الماضي لا أتذكر، دار لايف من القاهرة. هذا العميل الإخواني الذي دافع على القتالين والمجرمين الذي يعرفهم جيدا أفضل مني، هذا التعصب الذي نراه في بعض شيوخ الفتنة لم يحرموا غناء الشاب خالد في جدة، لم يحرموا كباريات الجزائر، اذهبوا إلى الكورنيش الوهراني، اذهبوا إلى الكورنيش العاصمي، سترون العجب من هو أخطر. الخطر في وضع تمثال وليس صنما، هناك فرق بين الأصنام والتماثيل، هذا تمثال يعني بعبارة أصح يرمز إلى حقبة من تاريخنا، وليس صنما لنعبده لأننا مسلمون ربما أفضل منكم، ونحن نعيش في وطننا، ونحن ننتقد من داخل الجزائر ولا نخاف، لأننا نقول دائما كلمة الحق في وجه هذا السلطان الجائر، وما زلنا مستمرون، ومن لديه أدلة ضدنا فليأتي بها إن هو كان رجل. إحنا النضال نتاعنا في الميدان، ماهيش من وراء اللايفات تاع كل ليلة وجي واحد يخرط علينا والناس تقاسي في الميدان والناس في الحباس، ويجي هو يتكسل علينا ويبدا يشرب في كاس اتاي ويبدا يخرط علينا، يعني حسبه انه يرسل رسالة تاع تواصل بينه وبين الجزائريين داخل الوطن.
هذا هو الشيء اللي ما عجبنيش انا، يعني يسموها طيحه القدر. كي كنا نقادروا نقادروا، كي كنا ندافعوا ندافعوا، ولكن كلمه الحق لازم نقولوها تجاه كل الاطراف حتى لا نشد العصا من الوسط. تيزي وزو هي مهد الوعي في الجزائر، احبة من احبة وكارهة من كارهة. هذه ما كانش ينافس تيزي وزو من ناحية الوعي السياسي، كل الجزائريين يعترفون بهذا، ولكن هؤلاء الذين افتوا، وخاصة هذا الشيخ الذي سمعته البارحة وهو يقول يستحي ان يقول انه من اقبو، وقال انا من بجاية ولكن اصلي من اقبو، كأن اقبو ليست بجاية وبجاية ليست اقبو. يعني هادو هما العملاء اللي عمروهم كليكاسات لانهم هما يخربوا الدار بولد الدار. يعني ها الحين كانت هاد المتعصبين والكواليس نتاعهم، لان لو كان يجيبوا واحد ماهوش قبيلي للمنطقة ربما يتلقى معارضة، ولكن حضروا يعني جون فابريكي واحد اللي قادر يتوغل في هذه المنطقة العزيزة علينا، كما حضروا هذا الشيخ فركوس، هذا اللي حرم حتى أكل الزلابية تاع بوفاريك. هذا كنا نحترموه على كل حال، وعمره ما شفناه يعني افتى تم الأشهر والمساجد مغلوقة بسبب الكورونا، ولم يفتي في هذه القضية، ولم يفتي في محلات الدعارة اللي موجودة حتى في العاصمة ربما بقرب منه، والله لم يحرك ساكنا. هذا الذي كان في فترة بوتفليقة عندما كان يهدر المال العام ولم يتكلم، وهو الذي أفتى في عدم الخروج عن ولي الأمر، حتى ولو فاسق ولو زنا ولو سرق. ها شوفوا الدين كيفاه يعوجوه، كيفاه يحرفوا الدين يا عجبا، يوصلوا حتى يهينوا هذه الرسالة العظيمة، هذه رسالة تسامح ورسالة محبة ورسالة أخوة، اللي في نهار هذا كما نهار تاع يناير الوهراني يتلاقى مع القبيلي ويتلاقى مع العربي ويضحكوا ويكسروا، ويجي شيخ كما هذا يقول لهم هذه حرام بدعة. يا سبحان الله، البدعة راهي في الرئيس نتاعك اللي راهو غايب على شعبه، وكل راع مسؤول عن رعيته. علامة تفتيش اخويا، علامة تفتيش في هذه القضية، رئيس غايب مغيب، والشعب يا إن من ضربات الإدارة تاع السوفية، وهذا ما فتاش حتى في الحروب اللي راهي واقعة اليوم في البلدان العربية اللي سفكين للدماء، ولم يفتي في حكام السعودية وفي حكام الإمارات كما هذا القرضاوي اللي افتى في قتل رؤساء العرب في الربيع العربي. وصلوا هاد المتطرفين اللي جاوا من العاصمة اللي متشبعين بهاد الأفكار نتاع الوهابية ونتاع الخوانجية هذو، اللي كل أسبوع ينتقلوا للمناطق القبائل ويروحوا يديروا الفتن ثم عن طريق الجمعيات الخيرية هذه اللي نشطوا فيها ويمولوا فيها في الخفاء، ويديروا هذه المدارس القرآنية ولكن عندها خبايا أخرى، هذه معروفة على كل حال، لا داعي لإعطاء أمثلة كثيرة. ويوجد هذا حتى في مدينة وهران، ولا نريد أن نقول ما نقول، نترك هذا إلى المستقبل. هذه الجمعيات هذه الخفية التي يعني تشوه حتى أخلاق الطفل، اللي يدخلوا له هذه الأفكار نتاع من صغره هو ما يربوا فيه، كما هذا تاع اللي جا افتى في لهذا اللي قلت لكم عليه من أقبو، هذا الشيخ هذا اللي من أقبو هذا. هل رأيتموه أفتى قبل وضع هذا التمثال مقبل؟ يعني باش تشوفوا النفاق والاعتناق تاع هذا شيوخ الفتنة، هادو هما شيوخ الفتنة اللي زرعوا البلبلة في وسط الشعب الجزائري منذ زمن بعيد، ولكن هم لهم يد طولة مع العصابة، لأن العصابة تريد هكذا أن تقع هذه الفتنة
وهذه الفتنه اللي وقعت في هذه القضيه نتاع الميكرو نتاع المسجد، وهي كانت معلومه خاطئه، ولكن ارادوا من هذه اللقطه هذه حتى يحدثوا فتنه داخل منطقه القبائل. هذه هي. وهذا الشيوخ هذو لم يفتوا يعني في أردوغان الذي هو طبع مع إسرائيل، وأردوغان عمره ما انتقد النظام المغربي الملكي لأن حكومته من الإخوان. يعني باش تشوفوا التحيز نتاع هذا الشيوخ، الفتنة شيوخ نتاع الخوانجية، هذو حتى الخوانجية عندهم شيوخ عندنا هنا، ولكن يتقمصوا يعني وجهات أخرى باسم إيديولوجيات أخرى، ولكن في الخفاء هم في الحقيقة هم خوانجية ونعرفهم، وعندنا حتى علاقة مع بعض الأشخاص. حنا ربما كي نجيبوا المعلومات وما لناش نهضروا من فراغ. على كل حال في عنصرية، في جهوية، في يعني هؤلاء لا يستحوا، لأن الشعب اليوم راه فاق، يعني الشعب تاعنا راه موحد، إلي أوني تريز أوني، إلي سوليدار، متكافئ أمام المحن. يعني لولا هذا الشعب لاندثرت الدولة. هذا الحراك المبارك، هذا الحراك اللي مشى فيه الشيخ النزيه ما نذكروش، على كل حال هؤلاء الذين يعني بارك الله فيهم على كل حال في أعمالهم، اللي كانوا يصرحوا بالناس واللي كانوا يجسدوا في الوحدة الحقيقية في الميدان، مش كما هاد الشيوخ هذو اللي ترباوا على يد الوهابية وعلى يد الخوانجية. شوفوا شرا صاري في ليبيا يا عباد الله، الشرق الليبي راه فيهم هادو الجماعة نتاع المداخلة نتاع الربيعي، ولا كيسموها ربيع المدخلي. الوهابية هذه راهم يكرسوا فيها في الشرق الليبي، وراهم يغرسوا في الطائفية. واش داروا؟ في حتى مبايعة من بعض الطوائف العربية اللي يقول لك أصلهم عرب وهما أمازيغ، وبايعوا هذا حفتر لا انتخاب ولا هم يحزنون، بايعوه كرئيس عليهم، وهو اليوم يقود ويؤسس لجيش سماها الجيش العربي الليبي. يا عجبة، احنا عندنا الجيش الوطني الشعبي وهما عندهم الجيش العربي الليبي، وجماعة طرابلس راهم يديروا في جيش سماوه الجيش الأمازيغي الليبي. هاو شوف الحرب الطائفية اللي راهم يحضروا لها اليوم في ليبيا. لو يتقدم حفتر ويتقدم الأمازيغ ويتلاقاو ويبقاو يتقاتلوا بعضهم بعض، هادو أمازيغيين عندهم ايديولوجية أوروبية كما اللي راهم عندنا اليوم، وهادو أمازيغيين متمسكين بالأصل نتاعهم ويقول لك هذه بلادنا وهادو غرباء علينا، وهادو اللي راهم تبنيين القومية العربية ثاني يشوفوا في أردوغان كمحتل، لأن هذه الأرض هي أرض عربية يجب الدفاع عليها لإخراج تركيا من هذه الأرض اللي هي ماهيش أرض عربية، هي أرض تاع شمال إفريقيا تاع تمزغة. هكذا حابين يحولوا الجزائر كما ليبيا، حابين يقسموا الجزائر عليها. راني نقول لكم هادو شيوخ الفتنة، هذا هو الهدف نتاعهم، هو تقسيم الشعب الجزائري على أساس طائفي. وبداها هذا المشروع كان بداه القايد صالح، وربما أنا أول جزائري، ليس افتخارا مني، اللي هاجم القايد صالح من أرض الميدان. مانيش من بريطانيا ولا من سويسرا ولا من فرنسا ولا من، ارجعوا الفيديوهات تشوفوا الفيديوهات التي انجزتها وهي خطيره. وروا لي كاش جزائري دار فيديوهات كيما نتاعي اللي هاجم فيها القايد صالح، وضعت حتى فيديو ودرت له عنوان الحكم بالاعدام على القايد صالح حتى ما يدخلناش في حرب اهليه. وكان يحذر لها وكان مدفوع ومأمور من الإماراتيين وبعض الجنرالات اللي كانوا يدوروا به، وهذو اللي راهم في السجن اليوم. شوف عقوبة الإله، شوف مصيرهم، باش تعرفوا بلي هذه البلاد محمية من الله.
لو نجح مخطط القايد صالح لا أصبحت الجزائر اليوم في خراب. هذا الذي كان يدعو إلى الطائفية يمشي لمنطقة القبائل ويغلق الكنائس، الكنيسة كانت وحرية المعتقد هي مكفولة في الدستور. حب واحد يولي مسيحي تسالو أنت، ونحب أنا نولي بودي تسالني أنت، واحد يحب يولي مسلم تسالو، حرية المعتقد مكفولة في الدستور، لكم دينكم ولي دين. ولكن جاء قايد صالح وراح غلق الكنائس وما غلقهاش لا في وهران ولا في عنابة ولا في قسنطينة ولا في العاصمة إلا في تيزي وزو. لماذا؟ لأنه كان يمهد لمخطط جهنمي من الإمارات من الغنوشي مباشرة. هذا القايد صالح كانت عنده علاقة مع الخوانجية نتاع تونس، وهو اللي مشى لعند الغنوشي وقال له اعطيني اسم من جماعتك باش نديرو رئيس في الجزائر. وراح مشى الاماراتيين كذلك، ومانيش راني نقول هذا الكلام، لما تسمع كلام كيما هذا علاقة القايد بالامارات الشهيد بورقعة هو اللي قال في ندوة صحفية اللي قال له كنت تروح 3 مرات في الاسبوع واش تروح تدير ثما، اللي كان راحوا ثما ويغسلوا له في المخ تاعو لانه كان جاهل، كان جاهل، واللي كانوا متدورين به ما كانوش ينصحوه، حنا كنا ننصحوه. انا وضعت له اول فيديو نصحته فيه في 20 دقيقة قبل 2 عامين لما شميت فيه الريحة تاع الولاء للامارات والصفقات اللي كان يديرهم وهما يحذروا في حرب أهلية بأمر من إسرائيل، لأن كنا نقولوا في ذاك القيس وما كانش يسبقنا في هذه المسألة، وفيديوهات راهي مسجلة قلنا بأن الإمارات هي تدفع للقايد صالح لإعلان حرب أهلية في الجزائر كما العشرية السوداء. وين؟ في منطقة القبائل كانت فيه حسيفة من عند القايد باش يخلي المنطقة تشتعل وتتفكك الجزائر. هذا هو مشروع تاع القايد صالح. نعطيكم دليل، هذا بن كولا هذا اللي شاركوا في مؤتمر تاع مستغانين في أشعاجة صفر قبائلي، شكون كان فيه؟ شكون كان يحمي فيه؟ وبن كولا وين حضر الاحتفال تاع أول نوفمبر؟ في وهران في ساحة أول نوفمبر، وانا حاضر وانا رسلت له واحد باش نشوف الفكره نتاعو وين راهي ماشيه. قريب 20 دقيقه هو يدردش معاه وجاب لي معلومات خطيره وما نقولهاش. ربي نجانا من هذا الديناصور هذا، ربي انتقم منه. واللي خداو قرار تاع نهايته لي منهم ولهم تحية كبيرة، ولو كانوا من عصابة. مازال هذا القائمة نتاع هذو اللي يفتاو في قتل الجزائريين، هذو اللي داروا صفر قبائلي، يعني هنا فيها تصفية عرقية. كي دير عنوان تاع صفر قبائلي سي تري غراف، كل من شارك. ويقال ان حتى استاذ يدرس في جامعه وهران كان حاضر في الاجتماع هذا. احنا ما حبيش البلاد نتاعنا تخرب من الداخل، والناس راهي تحضر باش تخرب البلاد من برا. هذه هي، انا درت هذا الفيديو باش نرسل رساله لخوتنا الجزائريين اينما كانوا في الداخل وفي الخارج، حاجه اللي ما تخدمش وحده الشعب وما تخدمش وحدة التراب. ربما صحيح فيه بعض الوطنيين اللي موجودين في الخارج وحابين التغيير يكون حقيقي، ولكن ليس على حساب وحدة الشعب وليس على حساب وحدة التراب. لما ننبش في المأساة يعني انت راك تحوس تخرب، تحوس تخلق النعارات، تحوس تفرق. يوصل واحد حتى يقول باللي
تجري في أوروق دماء أمازيغية ودماء عربية ودماء تركية ودماء إسبانية ودماء إغريقية يا ودي الدم تاع البنادم الجزائري هذا ولد البلاد، عنده دم واحد، عنده فصيلة واحدة، عنده أديان واحد، ما عندوش 20 أديان. يعني حابين يكرسوا في الدين تاع الجزائري مسكين اللي مغلوب على أمره باللي عندنا طوائف في الجزائر. يعني إلا كان كل طائفة تنادي كما جبتكم مثال تاع ليبيا بزاف عليكم، إلا كان كل طائفة يجي التركي يقول لك أنا متمسك بالعرق تاعي أنا تركي، ما يقولكش أنا جزائري. أيوا الترك هذه وراك أنت واش من جهة، راك من جهة تلمسان؟ أيوا نعزلو تلمسان. واحد يقول لك أنا يهودي، وين أنت يهودي من قسنطينة؟ أيا اعزل قسنطينة. واحد يقول لك أنا يا قبايلي، أيا اعزل القبايل. واحد يقول لك انا شاوي، هيا اعزل الشاويه. وين راكم رايحين؟ وين هذه يسموها طائفيه؟ قلناها وما نعاودوهاش، الرجوع الى الاصل فضيله. كل الاقوام التي دخلت الينا كان مرحب بها وتعيشنا بسلام وتساهرنا واندمجنا فيما بيننا، ولكن لا ننكر اننا امازيغ اصحاب الارض واصحاب العرض، ونحن أسياد في بلادنا. هل اليوم أنت تروح للسعودية تعيش ولا تروح لسوريا تقول السوري أنت يا أنت الجزائري؟ ما تقولوش، ما يقبلهاش منك. تروح للسعودية تقول له أنت جزائري؟ هذا للشيطان يا جماعة الخير. الرجوع إلى الأصل الفضيلة. شكون اللي قال اليوم مثلا للعربية أنت لست جزائري؟ ما كاش منها. شكون اللي يقول باللي الأمازيغي أنت مالكش جزائري؟ ما كاش منها. شكون اللي يقول يهودي جزائري أنت ماشي جزائري؟ ما كاش منها. ولكن هذا الأطراف هذو لأن في الخارج ما لقاوش عملاء يخدموا بهم باش يفرقوا، وربما هاد الصفحات تاع مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي زادت شعلت النار، ومن وراءها يعني فيها مخابر دولية تشتغل لتفريق الشعب الجزائري، ومنهم هؤلاء الذين يوجدون في الخارج، ليس كلهم على كل حال حتى لا نسميهم، وكل واحد يعرف روحه واش راه داير. اللي حسب اللي الكلام نتاعي راه معني به اما لا هو، ولا ما يحش بلي كلامي ما راش معني، ما راش معني هو معنا. هذه هي. حتى لا أطيل عليكم، والله هذا الشيوخ تاع الفتنة وهذو يعني بعض الأفراد والله مأجورين ومدفوعين، سواء من النظام أو من الدويلات نتاع الخليج. شفتوا اليوم انتم كاش قرار من الدولة الجزائرية يندد فيها ضد الإمارات إلى حد الآن، بالرغم من هذه الأزمة تاع بوليزاريو. شفتوا النظام الجزائري، شفتوا النظام الجزائري سحب روحه من الجامعة العربية اللي أصبحت جامعة عبرية، هو البحرين طبعت وسعودية طبعوا والبحرين طبعوا والمروك طبعوا، الإمارات طبعوا، وغدوة يديروا اجتماع في الجامعة العربية كأن إسرائيل هي حاضرة في الجامعة العربية، باسكو كاع الأسرار غادي يروحوا لإسرائيل كما داهم هذا الحسن الثاني هذا الله يرحمه اللي في المؤتمر العربي اللي وقع عندهم تما. الحسن الثاني راكم تعرفوا القضية تاع التجسس تاع إسرائيل اللي عطاهم كاع المعلومات وداها حية في الحرب 67 65. حابين كيما هاك، حابين الجزائر يعني تتقسم، وخاصة في الصحراء، الخطورة راهي أيضا في الصحراء، الساحل الإفريقي، اللي ربما يجي واحد الوقت وين التوارق يقسموهم، يخلقوا فيهم طائفية، في التوارق غادي يخلقوا يقولوا هذه كاين طائفة عربية، مثلا الأزواد هي طائفة أمازيغية، يعني نولوا حنا في كيما لبنان، يعني كل طائفة تمسك بالطائفية نتاعها. اعطونا حل، الى عندكم انتم حل باش نحاربوا الطائفيه اللي حنا حاربناها ضد القايد صالح بالصوت والصوره. حنا عندنا دليل، انتم ما عندكمش دليل، وما كانش عندكم الشجاعه. حنا كنا نخافوا من ربي،
ما كناش نخافوا من القايد صالح، كنا نقولوا له مباشرة، أنا شخصيا هاجمته مباشرة أكثر من 50 فيديو، وفي الأخير حتى لا أطيل عليكم، اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.